تشحت وتتأمر. أنا جاركم الجديد هنا يا مليكة. ازيك؟ ما عندكيش طماطمتين يا نوبك سواب؟ عندي عينيا. طب يا نوبك سواب النبي عشان عايز اكل. تقدير عندنا طماطمية واحدة. امشي عشان وجع دماغ. عاوز ايه يا عم تاني؟ عاوزني فلفل يا نوبك سواب. عينيا. شكرا يا مليك. خد يا عم يلا. ما عندكيش الا هو؟ تشحت وبتتقمر اوعى جدا. ما تشكريني يلا. اوعى المرة دي. كيس لحمة نوبك سواب عشان احنا ما عندناش وعندنا بطاطس عايزين نحط فيها لحمة نوبك سواب. مالكش على حكت على اتغدى عندنا. انا بقول كده برضه والله يا بنتي.